العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتكلمنا في الأسبوع الماضي عن نيات الزواج التي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في النية حتى يكون زواجنا إن شاء الله موفقا ومباركا، ويرزقنا الله به الدرار المباركة الصالحة إن شاء الله. نتكلم اليوم إن شاء الله عن الغاية من الزواج، والغاية من الزواج كثير من الناس يظن أن الغاية من الزواج هي إنجاب الولد والذرية المباركة، والحقيقة أن هذا أمر غير صحيح. الغاية من الزواج ليس الإنجاب، لأن بعض الناس قد تزوج ومضت عليه لا نقول أيام ولا أشهر بل سنوات، هل زواجه غير صحيح أو غير موفق؟ نعالج هذه القضية بالدليل من السنة النبوية. وعندما يكون عندي دليلا على ما أقول، لا يملك المخالف إلا الخضوع، أنا وهو وكل مسلم يخضع لما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليست الغاية الإنجاب، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي. إذن الغاية من النكاح، الغاية من الزواج هي سكون الغريزة والسكون النفسي وفراغ البال. الذي لا يتزوج يبقى يفكر، كلما تحركت شهوته ورغبته تتلقى نفسه، فربما فكر أكثر من مرة، ربما فكر في أكثر من امرأة، فيبقى مشتت الذهن. بشرى الحافي من أئمة التابعين يقول: ذبح العلم بين أفخاذ النساء، ذبح العلم بين أفخاذ النساء. هذه المقولة بعض الناس ينسبونها إلى رسول الله، الحقيقة أنها ليست من كلام رسول الله، بل هي من كلام بشر الحافي، وهو من مشاهير التربويين القدامى. والحمد لله أنا جمعت أكثر من 60 حديث موضوع، الناس تقول قال رسول الله وليس كما يظنون، ولا نقول ليس كما يزعمون، لأن بعضهم لا يقولها بسونية ولكن بجهل وبتقليد، فعلينا أن ننصح بلطف إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. قال ابن حجر: القدرة، الباءة هي القدرة على مؤن النكاح، وبالقصر الوطن. قال الخطاب: المراد بالباء النكاح، وأصله الموضع الذي يتبوأ ويتبوأه ويأوي إليه. وقال المازري في شرح مسلم: اشتق العقد على المرأة من أصل الباء، لأن من شأن من يتزوج المرأة أن يبوئها منزلا، ما معقول يتزوج وليس عنده منزل. أن تكلمنا أن أظن ليس معكم، مع آخرين، تكلمنا أن سيدنا رسول الله أول زواج له كان بيته متواضعا، وزوجه معه بيت كبير وجميل، فسكن مع زوجته. ربما بعض الرجال يجد حرج، يقول: أنا الرجل الأصل هي تأتي إليه، لا أذهب أنا إليه. يعني هذه الفروقات أظن دليل على ضعف الإنسان، و تساوره نفسه. لو كانت الزوجة معها بيت جميل من أهلها أو ملكها، فلا مشكلة أن أسكن في بيتها الذي يعده أنا بيتي. هناك فروق، بعض الناس يعني يعد أن هذا ملك الزوجة وهذا ملكي، كان كذلك سيجد حرجا.
لأنها ربما يعني تريد أن تتصرف في ملكها، وبالتالي أنا لا يكون لي حق التصرف في هذا البيت. هنا تضعف شخصيتي، ولا أستطيع أن أكون أنا الآمر الناهي في هذا المنزل. لكن إن كنت أنا وزوجتي على وفاق، على محبة، على تفاهم، ما تملكه هو حقنا، وما أملكه أنا أيضا هي تشاركني فيه، لكن لا تمنعني ولا أمنعها. إن أرادت أن تتصدق من حر مالها كما لا تمنعني أن أتصدق من حر مالي وأهدي به من شئت وأصنع فيه كما أشاء. إذن الغاية من الزواج ليست الإنجاب، بل هي إشباع وإرواء الشهوة والغريزة، لأن هذه الغريزة إذا لم يرويها المسلم بطريقة شرعية قد يتضرر بعد ذلك ويضطر إلى إروائها بشكل غير مشروع، وهذا ما لا نريد. والزواج شرعه الله عز وجل لمعالجة هذه القضية، أن الإنسان إذا تحركت رغبته عليها مثل ما تتحرك الشهوة إلى الطعام. إذا أنا جائع هل يصلح أن آكل كل شيء؟ أن آكل أي طعام؟ لا أمد يدي إلى طعام الآخرين. طعام الآخرين مشكلة، وإن قل يعني لا يحق لي أن آكل حبتي سمسم. إذا كان هذا، إذا كنت في السوق تارك نفسي للسمسم، لي حق أن آكل حبتين أشتري أو أقول له تصدق علي؟ يعني أما أن أمد يدي إلى حرام فمشكلة كبيرة. سنية الزواج للشباب وغيرهم، هل الزواج يسن للشباب فقط أم غيرهم؟ نقصد بغيرهم كبار السن. إذا عندنا مرأة عمرها 40 سنة، 45 سنة، بعض الناس يقول ماذا تريد هذه بالزواج؟ مجنونة. الرجل ماتت زوجته أو بلغ من العمر 60 سنة يريد أن يتزوج، يقول له هو الرسول لم يخاطب شيوخ وإنما خاطب الشباب، يا معشر الشباب. هل هذا فهم صحيح؟ هذا فهم غير صحيح. الصحيح أن من تاقت نفسه إلى الزواج من الشباب ومن غير الشباب، لكن خطاب الرسول للشباب لأنه مظنة الغالب، أغلب الشباب يرغبون بالنكاح، لكن كبار السن ليس أغلبهم، بعضهم. كم هذه النسبة؟ لا أدري، لا نستطيع أن نعمل إحصائية، لأن تكوينة الإنسان تختلف. أنا أعرف رجلاً عندنا في مدينة ترميم، هو من المقيمين في المسجد ما شاء الله، يعني لا يكاد يفوته تفوت تكبيرة الإحرام في فرض من الفروض. ماتت زوجته وهو كبير، قد جاوز 80. قلنا له يا عم ما شاء الله عنده خير، عنده بيت، عنده ملك، عنده أولاد يعني يعملون ويملكون المال، يعني أي امرأة يعني يشير إليها يعني لن تتردد في قبولها لأنها ستكون ملكة في هذا البيت. قلنا له يا عم أترغب في الزواج؟ خلاص لا أريد. ربما شخص آخر عمره 82 تموت زوجته أو يحصل مشكلة لزوجته، يقول لأهلي زوجوني أنا في حاجة إلى الزواج. المسألة لا ليست محصورة بسن، وإنما محصورة برغبة وبقدرة. فمن لم تكن عنده الرغبة ولا القدرة يحرم عليه إيذاء الناس، هذا من الإيذاء. لا فرق باستحباب النكاح بين الشباب وكبار السن ما دامت النفس ترغب فيه، وعند الرجل القدرة الجسدية والمالية عليه. أما إذا لم يكن قادرا عليه فلا يستحب له حينئذ. فعن عاقمة بن قيس النخعي قال كنت مع عبد الله بن مسعود وذلك بعد كبار سنة، رجل كبير في السن، ووفاة زوجته، فلقيه سيدنا عثمان بن عفان بمنى وقال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فخلوا، يعني يا شباب اذهبوا، أنا أريد أن أتكلم مع صاحبي. عثمان بن عفان يريد أن يتحدث مع من؟ مع عبد الله بن مسعود. فقال عثمان هل لك يا أبا عبد الرحمن يا ابن مسعود في أن نزوجك بكرا
تذكرك ما كنت تعهد، يعني تعيد أيام الصبا. فلما رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ليس له حاجة إلى هذا، ابن مسعود لا يرغب في ذلك، من النوع الذي لا يرغب، أشار إلي، يعني قال يا طلاب يا علقمة تعال، فانتهيت إليه، وصل إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي قاطع عن الشهوة التي قد تؤدي إلى الحرام. وإنما جاء الأمر بالزواج للشباب لأن سن الشباب مظنة الشهوة والرغبة في الزواج أكثر من غيرهم. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث من فتح الباري خص الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ. الشيوخ ليسوا أهل العلم، الشيوخ في السن، كبار السن. بعض الناس عندما يجمعون شيخ وشيخ يقولون مشايخ بالهمزة، خطأ، هم مشايخ بالياء، ولهذا لا يجوز همز المشايخ لا كتابة ولا حقيقة. همزهم يعني الكلام عليهم واغتيابهم في حالة غيبتهم والكلام عليهم. أيوة. قال وإن كان المعنى معتبرا إذا وجد السبب، أي سبب الرغبة في النكاح في الكهول والشيوخ، من كان كهلا ومن كان شيخا. ولقد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على النكاح كونه من سنن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في حال كبر سنه. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن الصحابي شداد بن أوس رضي الله عنه وكان قد ذهب بصره أعمى قال زوجوني فإن رسول الله أوصاني أن لا أبقى الله أعزبا. لما كبرت سنه وفقد بصره وماتت زوجته قال لا تتركوني من غير زوجة، إني أوصاني رسول الله أن لا أبقى الله أعزبا. وعن الحسن البصري قال قال معاذ بن الجبل في مرضه الذي مات فيه زوجوني إني أكره أن ألقى الله أعزبا. لكن ليس معنى هذا الحديث أو هذا الكلام أن من كان عاجزا عن الزواج أن يتزوج، لأن في هذا ضررا عليه وعلى تلك المرأة التي يرتبط بها. مكانة المرأة في الإسلام، هذا عنوان أنا أضعه أمام النساء بشكل قوي مهم، لأن المرأة اليوم يستهدفها الإعلام ويستهدفها الشرقيون والغربيون والليبراليون والعلمانيون. المرأة المسلمة، الإسلام قيد حريتها، الحجاب قيدها، منعوها من العمل، منعوها من الاختلاط، منعوها من الحرية، والإسلام يظلم المرأة لا يعطيها. من قال ذلك؟ الرسول يقول النساء شقائق الرجال، المرأة لها صيانة ومكانة. ونحن نكرر دائما أول من آمن هي امرأة، فلتفتخر. المرأة كانت تشارك في الجهاد، كانت تشارك في التربية، وتشارك في التعليم، وتشارك في الذكر، وتشارك في المعرفة، وتشارك في كثير من الميادين. والميادين التي حرمها الله منها أو منعها الله ليس لأن الله عز وجل لا يحبها، ولكن رحمة بها. يعني المرأة عندما تكون في القضاء تعرض نفسها للخطر، الإسلام نهى عن ذلك. يشيع بعض أعداء الله أن الإسلام قد ظلم المرأة ولم يعطيها حقوقها كميلة مثل الرجل، فجعل لها في الميراث نصف مال الرجل. هذا كلام كذب غير صحيح. هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. المرأة البنت إذا مات أبوها وليس عنده ولد تأخذ نصف الإرث، أبوه يأخذ سدس وهي تأخذ نصف. يا الله، ثلاثة أضعاف الأب، أليس أبوه رجل؟ هي تأخذ ثلاثة أضعاف.
هذا من الجهل. علينا أن نشيع هذا بين المسلمين. الإسلام لا يظلم المرأة، ومع هذا المرأة في الإسلام لا يجب عليها النفقة، النفقة على الرجل، على الزوج، على الأب، على الأخ، وهو مع ذلك قد يكون فقيرا. لكن المرأة حتى الغنية لها أن تمنع مالها من زوجها من ولدها، لكن ستعيش تعيشها عندها مال لا تستمتع به، يعني وهي لا تأكل جيد، لا تسكن جيد، لا تركب جيد، لا. عندها الإسلام لا يأمرها بذلك. لا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته وهي غير راغبة لشراء المركوب أو لشراء الطعام، لأنه هو المأمور بالنفقة. لكن هذا قلة عقل المرأة التي تصنع مثل هذا. فإذا عرفنا أن المرأة هناك حالات كثيرة في الفرائض. المرأة إذا لم يكن عند زوجها ولد تأخذ ربع الميراث، وأبوه يأخذ كم؟ يأخذ السدس. سبحان الله، يعني حالات كثيرة المرأة تأخذ أكثر من الرجال، وحتى الحالات التي هي تأخذ أقل من الرجال لأنها ليست مأمورة بالنفقة. نعم، هنا مسألة القوامة، ومسألة القوامة التي جعلها الله بيد الرجال. بعض النساء يقولن لماذا الرجل إذا لم تعجبه المرأة يطلقها ولا يبالي، لكن المرأة إذا لم يعجبها الرجل ماذا تصنع المسكينة؟ لماذا هي لا تستطيع أيضا أن تطلق الرجل؟ قد جعل الله مخرجا لها في ذلك. إذا بلغ السيل الزبا، يعني لم تجد حلا مع زوجها ورأت أن الحياة لا يمكن أن تستمر مع هذا الزوج، هناك حلم تطلبه المرأة وتنتهي. لكن القوامة، يعني معظم الرجال هم أعلم وأقوى وأقدر على يعني سياسة البيوت، وإن كانت المرأة هي الأقدر والأكفأ فهذه حالات لا بأس أن يسلم الرجل الزمام للزوجة، لكن ليس الزمام في كل شيء. ومسألة القوامة التي جعل الله بيد الرجال في الزواج، لأن الله خالق الزوجين أعلم بتركيبتهما، والخالق تبارك وتعالى يقول وليس الذكر الأنثى. هل الذكر كالأنثى؟ ليس الذكر كالأنثى. قال ابن كثير وليس الذكر كالأنثى، أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى. رجل حنة، هذه التي إني نذرت لك ما في بطني حرر، تريد ولد يخدم المسجد، فالله أعطاها مريم، قالت إنها أنثى والله أعلم ما وضعت، وليس الذكر، يعني أني كانت تقول أنا أريد ذكرا يحمل السلم، يصعد، ينظف، يحمل الثقيل. المرأة لا تصنع ذلك، لكن هكذا الله عز وجل أراد. بل صرح الرسول بأن النساء شقائق الرجال. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، قال لا غسل عليه. رأى في النوم متعة وزواجا، ثم وجد ثوبه نظيفا ليس فيه أي وثر، هل عليه غسل؟ لا غسل عليه، الرجل والمرأة ما لم يجد بللا. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، قال لا غسل عليه. فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك، الرسول يتكلم عن الرجل لا يريد أن يكشف المرأة، لكن أم سليم كشفت على المرأة. قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال، أي المرأة يحصل لها مثل ما يحصل للذكر. قال بدر الدين العيني في شرح الحديث النساء شقائق الرجال، أي نظائرهم وأمثالهم في الأخلاق والطباع، كأنهن شققن منهم، ولأن حواء خلقت من آدم عليهما السلام. والشقائق جمع شقيقة، ومنه شقيق الرجل أخوه لأبيه وأمه، ويجمع على أشقاء. والإسلام رفع مكانة المرأة خلافا لما قيل عنها إنها سبب الغواية والشر. لا نقول هذا، في
وفي الجاهلية كانت المرأة تباع وتشترى. في الجاهلية كانت المرأة يعني سلعة لتنفيق البضاعات، وحتى في جاهلية القرن الخامس عشر. قال: فوسوس لهم الشيطان، ليست أمنا حواء هي سبب غواية آدم. الله عز وجل يثبت أن الموسوس هو الشيطان الرجيم وليست حواء، بل أنزل الله تبارك وتعالى آيات قرآنية فيها المساواة بين الرجال والنساء واضحا، منها قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ماذا يصنعون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. إذن هذه فيها نوع من المساواة، ولا يعني تفهم المرأة هذه الآيات. إذن ما دمت في هذه الآية مساوي الرجل، إذن يحق لي ما يحق له، ليس كل شيء، ويحق لها ما لا يحق لي، سبحان الله. واجباتها ليست واجباتي، وحقوقها ليست كحقوقي، هكذا المرأة. قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ندخل الآن في الجد، والعنوان المهم جدا صفات المرأة الصالحة. من أراد زوجة صالحة، من أراد زوجة صالحة ماذا عليه أن يبحث؟ أول شيء طبعا الزواج ليس من سنن المسلمين فقط، بل من سنن الأنبياء. ولقد أرسلنا رسلا من قبله وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل الكتاب. إذن القرآن أثبت أن الرسل هم خير البشرية، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله اصطفاهم، ومع ذلك هم يتزوجون ولا يزهدون، لأن تركيبة الإنسان هكذا. الإنسان عنده غريزة، وينبغي إشباع هذه الغريزة وفق النظام الذي رضيه الله عز وجل لنا. أول صفة من صفات المرأة الصالحة الدين. وعندما نقول الدين، ليس معنى الدين أن المسلمة نحرص على الزواج منها والكافرة لا نتزوجها، لا. الدين هي مسلمة، لكن مسلمة ليست كل من صلى وصام وقرأ القرآن وتحجب هذا ذو دين. قد نجد مرأة تلبس حجاب، تصلي، تصوم يوما وتفطر يوما، لكن مع ذلك سلوكها فيه مخالفات، هذه ليست ذات دين. الدين أن تلتزم قدر المستطاع. كذلك الرجل، قد نجد له لحية ولباس وفي الصف الأول ويتكلم بالقرآن الكريم، لكن إذا غاب عن أعين الناس يا لطيف يا لطيف، ذئب في صورة إنسان، يعني شرير كبير، لا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي لمن أراد أن يقدم على الزواج أن يختار امرأة محافظة على دينها. ما معنى محافظة على دينها؟ تلتزم بأوامر شرع الله، صلاة، صوم، يعني أدب، لا ليس معها لسان بذيء، عندها نسبة من الحياة، عندها نسبة من المعرفة، بيئتها بيئة طيبة. لأن رسول الله قال: تنكح المرأة لأربع، وعد منها ليه؟ منها الدين. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهنا الحسب معناه ليه؟ النسب. قد يفهم بعض الناس من هذا الحديث أن المسلمين متساوين في الدين، قولهم جميعا مسلمين. إذا ما الفرق بين النساء؟ كلهن تصلي وتصوم وتلبس الحجاب، إذا أي واحدة ناخذ؟ لا. كيف تعرف ذات الدين؟ مفهوم الحديث أن المسلمة لا تزوج بكافر، هذا فهم خاطئ. بعض الناس عندهم ذات الدين أي المسلمة،
وليست الكافر، هذا فهم غير صحيح، لأن زواج المسلم من المشركة وزواج المسلمة من المشرك محرم، ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن، حرام على المسلم أن يتزوج مشركة، وحرام على المسلمة أن تتزوج بمشرك، لا تحل له أبدا. وإنما مقصود الحديث أن المسلمين يتفاوتون في تمسكهم بدينهم الإسلامي، فمنهم الأتقياء الصادقون ومنهم العصاة المخلطون. فالمرأة المؤمنة التقية الصالحة ليست كفؤا، ليس كفؤا لها إلا المسلم غير التقي. يعني إذا هذه المسلمة تصوم ثلاثة أيام في الشهر، تزوجت برجل لا يريد إلا الفرض فقط، أرادت أن تصوم تقول لها ممنوع الصيام، أنا أريد الغداء معك، أريد السعادة في أي ساعة، سيقل دين هذه بسبب هذا الرجل قليل الدين، لأنه بزواجه منها قد يتسبب في نقصان عبادتها. المرأة تريد تستأذن من الزوج أن تقف لله بين يدي الله عز وجل في الساعة الثالثة ليلا قبل الفجر بساعة ونصف، زوجها يقول لا تزال يدي تمسك يدك حتى يؤذن الفجر، ننهض بالصلاة سويا، يمنعه من التهجد، ماذا تصنع المسكينة؟ تعصي زوجها أم تقل عبادتها مع ربها؟ تذكر الله وهي بين يديه، ربما يحدثها، تريد وضوء، تريد صلاة، ينقص الدين. فإذا أرادت مثلا صيام يومي الاثنين والخميس قد يمنعها، والأمثلة كثيرة. ثانيا البكر، يستحب للمسلم إذا أراد امرأة صالحة أن يتزوج بكرا وليس ثيبا. لماذا؟ يستحب للرجل إذا أراد الزواج أن يختار امرأة بكرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لصاحبه جابر هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال تزوجت ثيبا، فقال النبي هلا بكرا تلاعبها وتلاعبه. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أنه قال هلك، يتحدث جابر عن والده أنه هلك وترك تسع بنات أو قال سبع، فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله يا جابر تزوجت؟ قلت نعم، أو قال قلت نعم، قال فبكر أم ثيب؟ قال قلت بل ثيب يا رسول الله، قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبه، أو قال تضاحكها وتضاحكه؟ أثيب لا تضحك؟ أثيب لا تلعب؟ لا، ليس مقصود أنها لا تلعب، قد جربت اللعب مع رجل آخر وربما يكون أحسن منه، فلا تفرح بلعبك ولا بمداعبتك، تذكر ذلك. وربما أخبرت أنت لا تعرف، هذا يزعج الرجل، تقول له زوجته أن رجلا أفضل منك، أوه قاتلة جدا، فالبكر لا تعرف هذا إلا معك. لا إله إلا الله. وجابر هنا رغب في الطيب حتى تقوم على خدمة أخواته، فلو تزوج صغيرة في السن ربما حصلت مشاكل بينها وبين أخواته، يعني ضحى بنفسه تضحية. لا إله إلا الله. أنا لي صديق هو أكبر مني طبعا ربما أقل شيء 12 سنة، لكن بيني وبينه محبة وأخوة، ماتت زوجته، قلنا له تزوج، رجل ما شاء الله طيب ومعه مال ومعه صحة، قال لا أستطيع أن أتزوج وعندي ابنتين حتى يتزوجنا. الحمد لله قبل سنة تزوجت واحدة، قلنا له تزوج، قال حتى تتزوج الأخرى، لا أريد أن تأتي امرأة وأشعر أن بنتي تبكي ليلة بسبب زوجتي. سبحان الله، رجل وفي لبناته، قد لا يتحمل كثير من الرجال مثل هذا الصبر. سبحان الله، الناس طبائع، لكن ليس معنى هذا أن تقول كل بنت لأبيها يمنع الزواج حتى تزوجني أول، من أين نأتي لك بزوج؟ لو كان ولدا سهل نخطب له ونزوجه، أما البنت من أين نأتي لها بزوج؟ قد تمضي 5 سنوات، قد تصل إلى 7، قد تصل إلى أكثر من ذلك.
قال ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث: تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك. هذا ما يؤيد انه من اللعب. ووقع عند الطبراني من حديث كعب بن عجرة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لرجل فذكر نحو حديث جابر: وتعضها وتعضر، في روايه هكذا، وتداعبها وتداعبك، روايات. وفي روايه يعني من روايات جابر يعني: وللعذارى ولعابها، يعني العذارى المراه التي لم تتزوج، ولعابها هذا فيه تأكيد أو جواز أن يذوق الرجل لعاب زوجته، ريق زوجته. هذا إن شاء الله سيأتي بعد ذلك. قال هنا: وفي إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيها. للأسف هذه الأشياء اليوم بعض الناس تأخذ ثقافة من الغربيون أو الشرقيون ويظنون هذا حرام على المسلم. للمسلم حق أن يستمتع بما يرغب فيه ما دام ليس فيه مخالفة شرعية. هذا موجود في فتح الباري، والناس لا تعرف لا تقرأ. نحن نستخرج لك الخلاصة والجمع. قال النووي: فيه فضيلة تزوج الأبكار وثوابهن أفضل. وأيضا لأن الفكر إذا لم تتزوج مسكينة تبقى يعني سنوات تمضي كل يوم تنتظر ترغيب في زواج البكر حتى لا يبقى بنات من غير زواج. وفيه ملاعبة الرجل امرأته وملاطفته لها ومضاحكته وحسن معاشرتها. وفيه سؤال الإمام الكبير أصحابه عن أمورهم. نعم، ينبغي للمدير، ينبغي للأستاذ أن يسأل المجلس: كيفكم؟ إن شاء الله يعني تسعدون مع زوجاتكم، يعني حتى تطمئن عليهم. من كان عنده مشكلة تعالج هذه القضية. أما أنت مستمتع وتأكل وتسعد ومن حولك من الطلاب من الأساتذة من حلقة المسجد لا يهمك، سعيد أم شقي، مسرور أم غضبان، يعني تفقد الأحوال. قال: ولذلك حرص الأوائل على عرض أمورهم على شيوخهم. الأوائل كانوا يعرضون أي أمر يستشيرون الشيخ. يقول الإمام الحداد: ولا بد من شيخ تسير بسيره إلى الله من أهل القلوب الزكية من العلماء العارفين بربهم، فإن لم تجد فالصدق خير مطية، ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة، ومن كانت الدنيا قصارى مراده فقد باء بالخسران يوم القيامة، ومن لم يكن في طاعة الله شغله على كل حال لا يفوز ببغية. إذن عندما يسترشدني الطالب أو المصلي معي في المسجد أسأله كيف زوجته، كيف حاله. لا نريد أن يكشف كل شيء، ولكن إن كانت هناك مشكلة لابد أن تعالج، لابد أن ينصح. كلكم تعرفون نبي الله إبراهيم أمر ابنه أن يغير عتبة بيته. عتبة بيته يعني يبدل الزوجة، هذه زوجة غير صالحة. سبحان الله، هكذا ينبغي التفقد. وأنا أقول إن شاء الله لا نحتاج أن نغير الزوجة، لكن نحتاج في البداية أن نحسن الاختيار. أن نحسن الاختيار لا بأس أن نأخذ 6 أشهر سنة في البحث، لكن عندما نقول وقع اختيارنا على زينب، تكون زينب فيها 90% من المواصفات المطلوبة، لكن خلاص أي واحد يقول الرجل لأمه أو لأبيه زوجوني بمن شئتم، تكون فيها مواصفات 40% تندم. أنا لما أردت أن أتزوج قلت لأبي وأمي أريد 5 مواصفات لابد، وأنا أستحي، حرمت من حضرموت، سافرت إلى عدن، قلت لأبي وأمي هذه المواصفات، ابعدوا عنها وأنا مفوضكم بطلبها لي زوجة وإن كنت غائبا. بعد مضي شهر أتصل: هل وجد؟ حصل؟ قالوا: وجدنا 3، لا نجد 2، وجدنا 2، لم نجد 3، لكن 2 مهمات يعني 100% مضمون.
نجد ثلاثة مغمون لكن اثنين. آخر اتصال مع أبي قال يا ولدي أما الخمسة المواصفات مجتمعة باليقين لم نجد، إن شاء الله هذا من حور العين. قلت لهم خلاص رضيت ما رضيتم لي، أنا رضيت ما رضيتموه أنتم لي والحمد لله. علما بحضرموت عندنا لا نستطيع أن نرى المرأة، وضعكم هنا مختلف، يمكن هنا أن تراها تعرف مستواها تعرف، عندنا لا تدري، حتى أحيانا لا تعرف يعني مستواها التعليمي، يعني يصعب تتأكد أنها تجيد التلاوة تجيد الطبخ، يعني صعب تصل إلى المنزل تدخل. لكن على كل حال من أوكل أمره إلى الله لم يخب إن شاء الله. لكن عندكم وضعنا أيسر بكثير، يمكن أن تذهب وتتحدث وتسأل وتتفقد، بعد هذا إن شاء الله يكون زواج مباركا إن شاء الله. ثالث صفة الولود، لابد أن تستيقن أو تبحث أن هذه المرأة ولود. بعض الناس يستصعبون هذا ويستشكلونه ويقولون كيف تعرف ولود وهي وعندها لم تتزوج؟ قلنا هذا سهل، هذا من خلال أخواتها، من خلال عماتها، معها عمة، معها أخت لها أربع سنوات لم تنجب، إذن هذه مشكلة. لكن أختها تزوجت العام الماضي هي تربي، أختها قبل خمس سنوات عندها ولدين، أخوها ثلاثة أخوان كله عندهم أولاد، ما في مشكلة إن شاء الله. لكن من كانت عنده مشكلة فهذا المقصود، لقول الرسول تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله فقال إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب، يعرف هذا هو، إلا أنها لا تلد، أفا تزوجها؟ يعني أنا أرغب في الزواج بها. فنهاه رسول الله عنه، ثم أتاه ثانية فنهاه رسول الله، ثم أتاه الثالثة فنهاه وقال تزوجوا الولود الولود. لماذا هذه لا تلد؟ بعض الناس يعني عنده الجمال أو المال أو المنصب أو الحسب، الولد لا رسول يؤكد لنا أن من أسباب النكاح الولد من أسباب. قال محمد شمس الحق العظيم أبادي عند شرح الحديث والمرأة الولود هي التي تحب زوجها، ومعنى الولود أي التي تكثر ولاداتها. عندكم كم ولادات؟ اثنين ثلاثة، تكثر ولادات، تنجب عشرة، تنجب ثمانية، تنجب سبعة، يعني لا تقول أنا أريد اثنين فقط ثلاثة فقط، هذا تتعبك. لكن إن كان كذلك تزوج الثانية الحمد لله، هي التي رغبت في ذلك. والودود إذا لم تكن ولودا لم يحصل المطلوب، وتكثير الأمة بكثرة التوالد، ويعرف هذان الوصفان في الأبكار من أقاربهن، إذ الغالب سراية طباع الأقارب. واليوم الحمد لله علاج موجود، علاج موجود لمن تأخر الإنجاب، وإن شاء الله نريد أن نقرأ أزواج الرسول إذا يسر الله. تعرفون أن خديجة بنت خويلد لم تنجب لرسول الله، تزوجها وعمره 25 سنة، بلغ 26 لم تنجب، بلغ رسول الله 27 لم تنجب، بلغ رسول الله 28 لم تحمل، بعد هذا حمل، يعني بعد ثلاث سنوات. بعض الناس إذا مضت سنة هذا من فضل الله عليه، لأن التي تلي خلاص تهتم بولدها وتشتغل بولدها، وربما يقل اهتمامها بزوجها، يصبح الزوج نصف اهتماماته والنصف الآخر للبيت والولد. فإذا كانت لك كاملة أجمل، أجمل 100%، أمر الله أليس كذلك؟ التي عندها ولد محبولة بولدها، حتى وأنت يعني تحتاج إليها الولد يبكي، مسكين هذا الرجل يتعب، لكن حكى هو ابني أيضا، هو ليس ابنها فقط، لكن قلب الأم أرحم، قلب الأم أرحم بكثير.
هذا من نعم الله عز وجل أن جعل الله النساء يقمن على التربية والحماية والرعاية، وإلا سيتضرر الأولاد كثير لو كانوا يعني يحتاجون في التربية إلى آبائهم. الأب أقل رحمة وأقل حنان، وهذا مزعج أقوله على نفسي أنا أب، لكن الأم أكثر رحمة ومحبة وحنانا. الله لا يحرم كل طفل من أمه، هذه نعمة. مسكين اليتيم الذي لا يعرف أمه، مسكين لا يعرف الرحمة، لا يعرف الحنان الذي يودعه الله في قلب أمه. الولود. بعد ذلك نأتي إلى قصة أسماء بنت عميس وتفاخر أولادها بآبائهم. أنا ألخصها لكم من غير القراءة لأنها جميلة وشيقة. أسماء بنت عميس هي خثعمية، والخثاعمة قبيلة عربية معروفة بماذا؟ جمال تميزين. كانت زوجة لسيدنا جعفر بن أبي طالب، وقد أنجبت له أولادا. ثم مات سيدنا جعفر شهيدا في غزوة ماذا؟ في غزوة موتى. فتزوجها سيدنا أبو بكر الصديق وأنجبت له ولدا واحد اسمه محمد. ثم مات سيدنا أبو بكر فتزوجها سيدنا علي وأنجبت له يحيى. كانت المرأة في الزمن الأول لا تنقذ من غير زوج، المرأة الآن معذبة في البيوت، كثير نساء من غير زوج. وربما السر في ذلك عدم رغبة النساء وعدم قناعة النساء بالتعدد، أما الرجال مستعدين، أليس كذلك؟ لو ترغب المرأة في التعلم، المرأة يعني تصبح في كل بيت أربع نساء مع كل رجل ثلاث أربع حتى القضية. ومسألة الرزق ليست كل شيء، ربما المرأة تأتي برزقها، والله عز وجل يفتح أبوابا للرزق للرجال إذا تزوجوا. أسأل عبد الرحمن جميل هذا. فكان الأولاد يلعبون مع بعض، قال أولاد جعفر نحن وأبونا طار في الجنة بجناحين. قال ابن أبي بكر أنا أبي خليفة المسلمين حكم المسلمين جميعا، وكل منهم يريد أن يفتخر على ليه؟ على الآخر. فقال سيدنا علي يا أسماء افصلي بين أولادك، حلي هذه المشكلة. فقالت سيدتنا أسماء ما رأيت شابا أحسن من جعفر، وما رأيت كهلا أحسن من من؟ أحسن من أبي بكر. قال علي غار علي وماذا تركت لي؟ جميل جميل الحوار في المنزل، الضحك. بعض الناس في البيت لا يتحدث مع أولاده، كل واحد ماسك جوال يلعب او امام التلفاز او امام المشكله. لابد ان نرتب اوقاتا لبيوتنا حتى ان شاء الله نستفيد ونكمل الصفات ان شاء الله غدا ان شاء الله. هذا الكتاب الذي اخبرتكم انه سيصل وقد وصل، هذا باللغه الاندونيسيه ما شاء الله، هذا حق طلابي ترجمه، والحمد لله قد وصل الى أرسلها للمعهد. جميل جدا ما شاء الله الكمية التي طبعها. سألته هل هذا الكتاب موجود معك؟ قال الحمد لله بعته، ما بقي معي إلا 80 نسخة. كتاب يعني أتمنى أن يصل إن شاء الله إلى من تحبون، لأنه فيه رسالة. بالنسبة لكم أنتم كأساتذة تفهمون هذا جيد، لكن إذا معك صديق أو أخ تريد يفهم ما في الكتاب، الكتاب موجود، ومن يعني يرغب إن شاء الله الأستاذ لطفي تواصل معه، ممكن أن نجعله يرسل لنا 20 أو 30 يرغب في ذلك. أنتم بالنسبة لكم في هذا لغة عربية أساتذة، وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بالعلم النافع، والبركة في الزوجة، والبركة في الأهل، والبركة في الولد، والبركة في النيات، والبركة في تعاليم نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى نعمل بها ونزداد بها علما ونورا وفهما بفضل
بفضل الله وبكرمه آمين. اللهم آمين. سر الفاتحة.